لم يعلن عن محافظة الجوف محررة من ميليشيا الحوثي والمخلوع رغم الانتصارات التي تحققت منذ انطلاق العملية العسكرية قبل أشهر. تأخذ المعارك في الجوف حالة من الكري والفر، وتتعرض فيها الميليشيا والمخلوع لخسائر كبيرة بفعل الضربات المستمرة التي تتلقاها من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف العربي. سجلت المعارك الأخيرة تقدما ملحوظا لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث قالت مصادر في المقاومة الشعبية إنه تم السيطرة الكاملة على جبل السفينة وقرن الأبرش وجبال أخرى غرب المحافظة. وأضافت المصادر أن وحدات عسكرية تتبع الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه جبل الجرف غرب جبل السفينة وسط تراجع للميليشيا في ذات الجبهات. المواجهات الأخيرة أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في ميليشيا الحوثي في جبل سدبا حسب ما ذكرت مصادر ميدانية لمركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية. طائرات التحالف العربي هي الأخرى أوقعت خسائر كبيرة وسط قوات الميليشيا والمخلوع بعد أن شنت عدة غارات مستهدفة معدات عسكرية في مديرية الغيل جنوب المحافظة. ويبدو أن المعركة ستأخذ وقتا آخر لتطهير المحافظة من الميليشيا بعد تراجعها في معظم المناطق نتيجة العملية العسكرية التي أطلقها الجيش والمقاومة عليها في الجوف.